وزارة قطاع الأعمال أستاذ منصور عبد الغني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا معزة، أهلا أهلا بحضرتك. بحضرتك. أهلا بيك فندم. ممكن تشرح لنا يعني إيه هذا القرار إنهاء الشخصية الاعتبارية لشركة باتا؟ هو فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. شركة باتا كان توقف النشاط الصناعي فيها منذ عدة سنوات، يعني بضعة سنوات توقف النشاط الصناعي وتحولت لنشاط تجاري بتعرض منتجات الغير في فروعها. طيب ثانية واحدة، يعني منتجات باتا أصلا مش موجودة في مصر بقالها كتير. تمام يا فندم. تمام، عشان كده أنا بستغرب بس الناس اللي بتسأل هل في منتجات لباتا هتخلص ولا هو تمام. أصلا ما فيش منتجات باتا. تمام يا فندم. من كام سنة؟ من حوالي يعني أقل من 10 سنين، يعني 8 سنين 7 سنين 8 سنين. تقريبا على ما أتذكر. يعني ما فيش محلات دلوقتي مكتوب عليها باتا بتبيع الأحذية المشهورة بتاعت باتا؟ هي محل الفروع موجودة، الأفرع موجودة، ولكن نشاط الشركة تحول من نشاط صناعي بتصنع تنتج لنشاط تجاري. إن هي بتجيب منتجات الغير وبتعرضها في فروعها والتاجر تبيع يعني. الكلام ده منتجات الغير هنا تقصد أي منتجات، أي أحذية؟ أي أحذية. مش براند باتا. ده تمام يا فندم. تمام اوكي يا فندم. اتفضل. فبما ان نشاط الشركه تحول لنشاط تجاري وهو نشاط مشابه لشركه المحاريس والهندسه اللي هي بتمارس نشاط تجاري من خلال توكيلات تجاريه عالميه بالاضافه لنشاط تجميع بعض انواع الجرارات والات والمعدات الزراعيه في الداخل. فتم طرح الموضوع، طبعا الكلام ده في اوائل عام 2022. تمام. انه يتم دمج الشركتين، وتم تشكيل لجنه لهذا الغرض عشان تدرس الجدوى الاقتصاديه من دمج النشاطين التجاريين، طالما ان هم تحت عباءه واحده وهي الشركه القابضه للصناعات الكيماويه. طب هستأذن حضرتك، هسيبك تكمل، بس الطبيعي انه الناس تقول ايه علاقة شركة باتا اللي كانت بتنتج الأحذية او بتصنع وما بين المحاريس والهندسة؟ هو وقت الدراسة يا فندم، لما ارتوي دراسة الدمج كانت باتا بالتاجر مش بتنتج. تمام. بس بالتاجر في الأحذية. تمام يا فندم. تمام يا فندم. فلما تم النظر لانه نشاط متماثل او متشابه او نشاط واحد تقريبا. ايوه. اللي هو نشاط التجاري. فتم تشكيل لجنه عشان تقول الراي، يعني ندمج ايه في ايه، او يبقى يعني تختار النظام الاقتصادي الامثل اللي يعود بالنفع على الشركتين. توصلت اللجنه من خلال دراستها الاقتصاديه انه في ظل توقف النشاط الصناعي لباتا وان النشاط مماثل لشركه المحاريس والهندسه. فانه توصلت اللجنه انه يتم دمج شركه باتا في شركه المحاريس والهندسه. ده لعده اسباب. ان انا عندي شركه الدراسه دي حضراتكم في قطاع الاعمال اللي عملتوها. لجنه مختصه بتضم خبراء من تمام. الشركتين وخبراء في المجال. تمام. توصلت لهذه للنتائج اللي انا بقولها لحضرتك دلوقتي. انه بما ان دي تحولت لنشاط تجاري وعندنا شركه المعايش والهندسه اللي هي شركه المعايش العظيمه اللي هي بتوفر الجرارات الزراعيه واللي هي لها سمعه يعني تاريخيه ومعروفه. ونشاطها التجاري بيحقق ربح ما. فارتقي انه استغلال فروع باتا المنتشره بطول الجمهوريه وعرضها، يعني باتا كان عندها ما يقرب كم فرع؟ من تقريبا ما يقرب من 86 فرع على ما اتذكر يعني. باتا على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه. في حين ان شركه المحاريث والهندسه يعني عندها حوالي 25 فرع تقريبا. طبعا الفروع دي او هذه الافرع منها اللي هو مؤجر ومنها والملك. اللي هو مملوك. المملوك قليل جدا، يعني 86 فرع بتوع باتا في منهم 10 فروع فقط مملوكة للشركة. وباقي الأفرع عبارة عن إيجار. فارتقي استغلال فروع شركة باتا بما أن النشاط متماثل في بيع
عرض منتجات المحاريث والهندسه اللي هو خاصه يعني هي المنطق. يعني هو الحلقه المشتركه فقط انه دي بيع، دي بتبيع ودي بتبيع، نشاط تجاري، نشاط تجاري، وشركة. لكن فيما عدا ذلك مفيش اي حلقات مشتركه ما بينهم. تمام. والشركه داتا طبعا اللي هي في خلفيتنا وفي ذهننا كلها كانت متوقفه عن النشاط الصناعي منذ سنوات طويله، يعني ما كانتش بتنتج. طبعا لو حضرتك